مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة الروبيان القريدس. وجبة جدا سهلة وسريعة. عنا نيدلز، مي مغلي، فطر، خضرة مشكلة، ملفوف اخضر، قرنبيط اخضر، ملفوف ابيض، جزر، فليفلة. وعنا قريدس، ملعقة صغيرة حامض، وحوالي 4 معالق طعام صويا صوص. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط النيدلز فوق المي المغلي، بغليهن على الغاز. بس استوى النيدلز هلا بحطهن بمصفي وبصفيهن. بس صفيت النيدلز بالمصفي، عندي صحن فيه ملعقة طعام زيت زيتون، بحطهن فوق الزيت وبخلطهن مع بعض بهيدا الشكل. هلا بدنا نعمل الخضرة انا وياكن. حط الصويا صوص بأرض الطنجرة، كمان الحامض، حط الخضرة والفطر، بقليهم مع بعض على الغاز. هلأ بغطي الطنجرة، بدي احط النيدلز بهيدا الصحن. هلا بحطهم بالصحن. حطيت القريدس بقلب الطنجرة، هلا بقليهم شوي على الغاز. قليت القريدس على الغاز حوالي دقيقة، هلا بحطهم على الخضرة. هيدي الوجبة السريعة اللي عملتها أنا وياكم، يلي بحب بحط فوقها رشة حر خفيفة حسب الرغبة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.